المتوسط خلال الفترة هي بالنسبة للعقود غير محددة المدة بمعدل تزايد سنوي بلغ حوالي 10% خلال هذه الفترة. ومن جهة أخرى فقد استفاد أكثر ذات إنجاز يقدر ب 79% مقارنة مع الهدف المسطر. هذه الدورة الثانية المجلس الإداري الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات اللي كينص القانون على انعقاد الدورة الأولى اللي كينص القانون على انعقاد ديال المجلس الإداري ديالها في دورتين. الدورة الأولى اللي كتحدد كتحصر فيها الميزانية ديال السنة وتنديروا تقييم ديال السنة الفارطة, وهو الذي تم فعلا. الوكالة الوطنية للشغل والكفاءات مدعوة إلى بذل مجهود إضافي, لأن هناك اليوم بعض الإشكالات المتعلقة بسوق الشغل والناتجة عن الأزمة ديال كوفيد التي يعرفها ويعيشها العالم ككل. هذا خلق تحديات جديدة, تحديات إضافية أمام الأطر ديال الوكالة. لابد أن نفكروا بشكل مبدع بكيفية مبدعة مغيرة لإيجاد حلول لهذه الإشكالات. صحيح كاين مجهود تبذل خلال هذه المرحلة, والدليل على ذلك الأرقام التي قدمها السيد المدير العام بالنيابة الوكالة والتي أكدت أن هناك مجهود بديل سواء فيما يتعلق بالإدماج أو تعلق الأمر بالتكوينات التي تقدمها الوكالة بمختلف أنواعها وعدد الشباب الذين استفادوا منها. صحيح ان رغم الظروف اللي عشناها كاملين خلال سنه 2020 والنصف الاول من سنه 2022, ان شاء الله نتمنوا انه بنهايه سنه 2021 ان شاء الله تكون يعني انطلاقه جديده بعد التخلص من الاشكالات المتعلقه بهذه الازمه, ولو بكيفيه ان شاء الله اللي بالكيفيه اللي غتخلي الاقتصاد الوطني يسترجع الحيويه ديالو بعد توسع الدائره التدريجي للدائره ديال الملقحين. هذا كتكون عنده اثار ايجابيه على كل حال, من اثار ايجابيه على 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 الحركيه الاقتصاديه وعلى الحركيه ديال والتنشيط ديال سوق الشغل. ولكن في المقابل لابد ان نثير الانتباه الى ان المتغير اليوم ديال المتعلق بالجائحه يخلي العيب يكبر والعيب يزداد بالنسبه للمشتغلين في المجال ديال سوق الشغل ككل. فيما يتعلق باعتماد شراكات بناءه بين مختلف الفاعلين المعنيين بقطاع التربيه والتكوين ولا سيما فيما يتعلق بالتعليم الاولي, تم التوقيع على مجموعه من الاتفاقيات تتعلق بوضع منظومه للتكوين والادماج المهني للمربين والمربيات في مجال التعليم الاولي. يحيى عكاش مدير عام بالنيابه للوكاله الوطنيه للشغل والكفاءات. اليوم تم انتهاء اشغال مجلس اداره الوكاله الوطنيه للشغل والكفاءات برئاسه السيد وزير الشغل والادماج المهني. قدمنا الحصيله ديال الانجازات ديال الوكاله برقم سنه 2020 اللي كانت حصيله ايجابيه رغم جائحه كورونا. فعلا كان هناك تدهور في بعض الارقام, ولكن كان تطور في ارقام مثل الارقام لتحسين قابليه التشغيل والارقام ديال الخدمات اللي قدمتها الوكاله للمرتفقين. خلال سنه 2020 الوكاله تمكنت ايضا من تطوير خدماتها اللي وصلتها عن بعد للمرتفقين, واللي مكنتها ايضا من انها تنهج السياسه ديال القرب للتواصل مع المرتفقين من مقاولات ومن باحثين عن شغل وايضا من حاملين المشاريع. برنامج انطلاقه خلال سنه 2020 كان برنامج ناجح عند الوكاله, حيث انها تمكنت من مواكبه حوالي 7000 شاب حامل لفكره مشروع, واللي مكنتنا ايضا من هذه المواكبه اننا نخلقوا واحد استراتيجيه واحد ديناميه في الجهات. الوكاله كانت شاركت في عده قافلات ديال برنامج انطلاقه في جميع جهات المملكه, اللي مكننا ايضا اننا نخرطوا بفعاليه في هذا البرنامج ونعطوا نتائج ايجابيه. هناك برامج اخرى ايضا تهم سكنه العالم القروي اللي انخرطت فيها الوكاله بشكل ايجابي, اللي مكنتنا ايضا نوصلوا لهاد الساكنه الخدمات ديالنا. وسنه 2020 رغم جائحه كورونا ايضا تمكنا ان نتواصلوا مع هاد الساكنه عن طريق اسداء خدمات عن بعد وعن طريق ايضا تكوينات في عدة ميادين مثل ميدان الفلاحة والزراعة وأيضا ميدان تكوين مربين ومربيات في قطاع التعليم الأولي. هذا القطاع هذا التعليم الأولي
سنة 2020 كانت الوكالة خلقت فيه عدة مناصب شغل بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار تعميم التعليم الأولي، خاصة في البوادي المغربية. إذا الوكالة انخرطت أيضا إيجابا في هذا البرنامج في سنة 2020، وتمكنت أنها توصل هذه الخدمة ديالها لهذه الساكنة هذه عن طريق هذا البرنامج اللي أعطى نتائج إيجابية. وحنا حاليا في 2021 إن شاء الله كنستمروا في هذا البرامج باش نطوروا الأداء ديال الوكالة عن طريق إبداعات جديدة في ميدان إنعاش التغيب المغرب. وشكرا. برنامج دعم وتمويل المقاولات المسمى انطلاقة في نهاية يناير 2020 عبر تنظيم حافلات تجول الأقاليم المختلفة للمملكة للقاء الشباب الوطنية والإقليمية للنهوض بالتشغيل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.